السيدات والسادة، عزيز المشاهد، عزيز المستمع، أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي التاريخ، ليلة VIP، ليلة مهمة جدا في تاريخ بلدنا، جمهورية كفر الشيخ الديمقراطية، وكل رجالتها وكل شبابها وكل معلمينها وكل نادي رجال أعمالها. ويسعد إذاعة التلفزيون وقناة الحياة، فليصف الكلمة مراسل قناة الحياة نجم السنبلاوين والمنصورة وحاليا بالقاهرة، الفيلسوف الإعلامي محمد ألضو من مكتب حفلات نجم بلدنا كفر الشيخ الريس محرم زهران، ومن مجموعة شركات رقم واحد في مصر محمد البرنس عياد. نلتقي بحضراتكم النهاردة في العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، فرحة باشا باشوات مصر كلها، فرحة سفير النوايا الحسنة عريس الليلة معالي البرنس مرزوق بمحمد مرزوق. الله أكبر، الله أكبر عليك، فرح من أوله كده. مرزوق بمحمد مرزوق، برنس مصر، برنس كفر الشيخ، برنس 27 محافظة. مبروك لابو الرجالة، مبروك لابو عريس الليلة، البيت بص بتاعنا الراجل الكبير المعلم محمد مرزوق. وزي ما عرضوا قالها من سنتين كده، لما لقيت الفواكه شغلة الجدعان، تاجرت انا في الفواكه وفتحت لي دكان. المعلم محمد مرزوق معلم ابن معلم، ولا عمره اشتغل عند معلم، معلم ابن معلم ولا عمره اشتغل عند معلم. السيد باشا مرزوق اخو عريس الليلة، سايكو بيه مرزوق اخو عريس الليلة مرزوق. ولو اتفرجت على فيلم الالماني، لو اتفرجت على فيلم بنس وريه، حتى لو اتفرجت على فيلم قصر الشوق، هتعرف مين هم اولاد مرزوق. هنسهر ليلة جميلة من انتاج متعاهد حفل الليلة اخويا الريس محرم زهران، ربنا يجيبه بالسلامة يا رب. وتحياتنا بقى لشركة عياد، عياد محمد عياد ده اي فرح كبير تشوف من بره تعرف ان في محمد عياد رقم واحد في مصر، محمد البرنس عياد، الاستاذ نجاح عياد، ابو رنصي الصاروخ حمادة عياد، جناب الخديوي محمد علي عياد، وعندك ايفون عندك ايباد، هو محمد البرنس عياد. الفراشة والكهرباء اللي عاملين احلى فراشة وكهرباء النهاردة لجوم بلدنا كفر الشيخ، ولاد السنجابي المعلم احمد السنجابي والمعلم اشرف السنجابي. واما تيجي تعمل فرح كبير دايما خليك ايجابي وتعامل مع اولاد السنجابي، معلم اشرف السنجابي ورجالته، معلم احمد السنجابي ورجالته. كده معايا النهاردة الصوت، اقوى صوت في مصر، اقوى صوت في مصر، نجم بلدنا المنصورة، وزير الاخلاق والمبادئ اخويا البرنس محمد عبد الله، البرنس محمد عبد الله. ومعايا فيتو مصر، نجم اليوتيوب والسوشيال ميديا اللي مكسر مصر، فيتو مصر، الاستاذ فتحي ابو النور ودرش، الاستاذ مصطفى نجوم السوشيال ميديا الاوائل. معايا في الادارة المسرحية النهاردة، لحظة بس يا محمود، لحظة صمت، خلاص ما عادش الا ده. معايا نجوم البلد دي، اخواتي اللي بفتخر بهم في مصر كلها، نجم السفارة في العمارة اخويا النجم الاستاذ احمد عمارة، نجم السفارة في العمارة اخويا النجم الاستاذ احمد عمارة. ومعايا برضو نجم البلد دي
نتيجة استفتاء الدكتور اخويا الرئيس عماد منصور، نتيجة استفتاء الدستور اخويا النجم عماد منصور. احمد عمارة وعماد منصور الاعلامي محمد قلبه. اخر حاجة معايا بقى عشان استلم النمر، الفرقة الاساسية اللي معانا النهاردة هو قاعد عندنا في المنصورة بقاله 3 سنين بس اتولد في البلد دي وشرف البلد دي في مصر كلها، موسيقار العاصمة الموسيقار الاستاذ مصطفى محمود ديشة. سقف الديشة، سقف الديشة، الله اكبر الله اكبر. مصطفى محمود، واحنا السنبلاوين والمنصورة بنقول كفر الشيخ. تحياتي لكم. كده نجهز النمرة الاولى براحتك خالص، ناخد صوت لحظات ولحظات ضيوفنا الاعزاء. واقل من 3 دقايق بالظبط هلتقي بحضراتكم مع نجم كبير من نجوم افلام السبكي. لحظات واعلن لكم.